نخش بقى زي ما انت قلت يا كريم في المهم ان وخلي احنا وخلي عندنا دخلتنا لسه بالتهنئة، ايه؟ وقال لك خلي دخلتنا تبقى بالتهنئة بسلامة الوصول بحمد الله إلى أرض الوطن. الحمد لله طبعا البعثة وصلت طبعا بالسلامة. وصلت الحمد لله بعثة النادي الأهلي بعد طبعا ما انتهت من مشاركتها في المونديال في المغرب. طبعا بنقول لهم مليون حمد لله على السلامة، كانت مشاركة طيبه الى حد كبير في مونديال كاس العالم. وزي ما قلنا امبارح احنا بنقلب الصفحه وبنفكر في اللي جاي. الاهلي عنده زي ما كنت بقول لكم من شويه مجموعه مواجهات مهمه جدا امام فريق الهلال السوداني في السودان يوم 18 فبراير ان شاء الله. طبعا دي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. الجهاز الفني للفريق يعني ادى للاعبين راحه سلبيه لمده 48 ساعه، وان شاء الله هيستأنف الفريق تدريباته صباح يوم الاربعاء الجاي. ومن المفترض ان الفريق هيسافر للسودان يوم 16 فبراير. ان شاء الله تكون البدايه موفقه افريقيا باذن الله.